معانا ابنك المتفوق عمر صلاح عبد الحميد من مدرسة جميل حضرتك، جميل مدرسة عثمان ابن عثمان بن عفان عفان. الخاصة للغات الطالع. هو هيكلمنا. ازيك يا عمر؟ ده حضرتك ألف مبروك يا ابن حبيبي، ألف مبروك وحاجة مشرفة. هم دول ولاد وشباب مصر اللي هم دائما هيشرفونا مستقبلا إن شاء الله. وطبعا اكيد الفرحه كلها عند استاذتنا الاستاذه فاطمه مديره المدرسه، اللي هي تعتبر الوالده امك يعني بالنسبه لك، طبعا أمي وانت طبعا تربيتها. هي فخوره دلوقتي بالنجاح اللي انت حققته، واحنا كمصريين بنشاركها وبنشارك مؤسستكم، مؤسسه الفيوتشرز، تلك النجاحات وان شاء الله في تقدم. ولكن اول سؤال هساله لك، انت ناوي تدخل ايه يا عمر؟ ان شاء الله كنت لسه ان شاء الله هنشوف ما بين التجاره انجلش بزنس وما بين الطب وانت سيئه، لسه بتناقش مع والدي. تمام، ما شاء الله طبعا اكيد ربنا يعني هيجيب في الخير ان اكيد. شاء الله، يعني نشوفك بقى وزير التجاره، وزير الاقتصاد ان شاء الله في المستقبل، لانك انت طبعا طالب متفوق. هسيب الاستاذه فاطمه تهنيك على الهوا، دي حاجه. والحاجه الثانيه هنبدا نسالك، انت كنت بتذاكر ازاي وايه اللي انت استفدته في الفتره اللي فاتت من مدرستك، وهل الاونلاين جاب نتيجه معاك؟ علشان هو الاونلاين ده هو اللي هيبقى في الفتره القادمه هو سمه العصر بالنسبه للعمليه التعليميه. اولا يا اخواننا عاوزين نشجع الناس بان الامارات شغاله بالاونلاين، معظم دول الخليج شغاله بالاونلاين. طب ليه احنا ما حققناه اهوت في من 15/3 لحد الامتحانات كانت في الشهر اللي فات ده، جبنا نتائج واولادنا همت موجودين معانا على الهواء. فالاستاذه فاطمه تهنيك الاول، ونسمع السجال اللي هو هيتم بينكم وكل مصر تسمعه ان شاء الله على قناتنا المميزه. اتفضلي يا استاذه فاطمه. ألف ألف مبروك يا عمر يا حبيبي، ألف ألف مبروك يا حبيبي. وأنا فاكرة إن أنت ساعة ما جيت وقدمت في المدرسة وباباك قال لي الجملة ديت، ولسه النهاردة كمان بيكررها لي، بيقال لي يا مسيس فاطمة أنا هوعدك إن هيبقى عندك أوائل على مستوى الجمهورية، وعمر هيطلع ويشرفك. فعلا انت شرفتنا يا عمر، ما شاء وانت الله ما شاء جميل في كل حاجه. يعني هو عمر على فكره من الطلبه اللي هو بتجمع ما بين مميزات كتيره، شخصيه قويه ومهذب ومحترم، ما شاء الله، وليه صداقات كويسه جدا وعلاقات حلوه مع زمايله وبيحبوه، وهو ليدر في تصرفاته. واكتر من كده كمان ان هو بيعرف يجمع ما بين الجد ولازم، يعني انت يبقى جد في تصرفاته وامتحانات صح والدنيا تمشي صح، وفي نفس الوقت ممكن يبقى بيشترك في كل الانشطه وفي كل الحاجات اللي هي بتميزه فيها. فانت تستاهل مش التفوق وتميز وبس، انت شخصيه مشرفه لمصر كلها يا حبيبي. ان شاء الله وهشوفك في اعلى المراكز. ما شاء الله، ميرسي ليك وميرسي ان انت شرفتنا وفرحتنا. كلام انا ما اقدرش اوصيه والله العظيم، يعني لو قعدت اتكلم يعني الصبح يعني اقول لحضرتك ايه ولا ايه. فعلا قد ايه كانت بتدعمنا، قد ايه فعلا دعمتنا، قد ايه حبها دي من اخبار الطلبه، كان يعني حب غير مشروط في اي حاجه. ما شاء الله، كانت سامعنا وعلى طول كانت صداقتنا حتى في اخر فتره، كل حاجه عملوها معانا بصراحه، يعني بخصوصا لميس فاطمه وبخصوصا لمدرستنا وبخصوصا للفيوتشرز كلها. بجد انا ما اقدرش اقول حاجه غير ميس فاطمه دي، يعني معنى الكلمة أمنا الثانية. كلنا حب الناس ليها كله، يعني عموما أنا وأصحابي كلنا، يعني مفيش حد شفته في حياتي ما بيحبش فاطمة، ولكنها والدته أكتر والله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، هي دي المدارس المصرية، وهو ده ولاد مصر، ودول شباب مصر، ودول أمهات مصر، ودي بنقول يا إخوانا مصر فيها الخير. أدي مؤسسة موجودة ومؤسسة بتقوم بدورها، دعموا طلابهم، جابوا وتفوقوا وجابوا نتائج مميزه. في بجانب تاني الاستاذه بتقول احنا دربنا مدرسينا، طب ما يعني مدرسينا كويسين وبخير وجابوا نتائج، مدارسنا سواء كانت حكوميه او خاصه قامت بدورها، طب ما جابوا نتائج. وانا شايف في نتائج ايضا من مدارس الحكومه، عدد كبير جدا من الفائقين الموجودين. طيب الاستاذه فاطمه قالت ان هو كان من البداية عنده التصميم، يبقى احنا لما نحب حاجة نحققها هنحققها، واحنا قد كل موقف نقدر نفوز فيه هنفوز،
والاستاذه كانت بتقول برضو انهم كانوا على تواصل باولادهم، انهم عملوا دعم نفسي قبل بدايه الامتحانات، راحوا لهم المدرسين لحد بيوتهم، وزي ما انا عرفت وزي ما هي قالت، وراحوا زاروهم ومعاهم بوكس فيه كل حاجه، وعرفت بانهم كانوا معاهم حاجات التخرج كمان، الكاب بتاع التخرج. ايوه، وودوا لهم كاب التخرج والشهاده التخرج، وعملنا لهم حفل التخرج. اتفضلي. وخلينا حضرتك كل واحد يسجل كلمه بنفسه، واحنا سجلنا لهم كلمه، واداره المدارس دكتور حسن كلمهم، ومستر محمد القلة كلمهم، ومش سارة كلمتهم، ودكتورة مين، كل قيادات التعليم كلها في إدارة التويترز كلهم كلموهم، وكانت في الحقيقة فعلا فكرة ناجحة جدا جدا، وفرقت معاهم نفسيا ومعنويا، معاهم ومع أولياء الأمور. تمام. يعني إيه قد إيه أولياء الأمور كانوا سعداء وهم البص داخل عليهم، ومعمل لهم بالديكور الجميل بتاع الخريجين والمناقشة معاهم، ففعلا فرقت معاهم كلها. وعلى فكرة لو ما كانش يبقى فيه إحساس مش بس ناحية تعليمية وبس، لأ النفسية، يعني النفسية كمان، يعني لو ما كانتش قد إيه إدارة المدارس دكتور حسن ومستر محمد القلة ومستر سارة بتشجع الجانب النفسي، وقد إيه ليه أثره على نفسية الطالب، فرقت خالص. يعني ممكن يبقى شاطر ومتفوق ومتميز وكل حاجة، لكن ما فيش حد بيشجعه، ما فيش حد بيقف جنبه، بتفرق خالص ما بين طالب وطالب من العادي. تمام. فالاهتمام مش الاهتمام على المستوى بس التعليم، ويعني كفايه ان هم حاسين ان الاخر درجه، احنا كنا بيجوا الصبح هنا في المدرسه، وبنيجي بناخدهم وبنوصلهم لمدارسهم، ومعاهم المدرسين بتاعهم حسب الجدول. يعني النهارده عندهم عربي يبقى مدرسين العربي معاهم، عندهم انجلش يبقى مدرسين انجلش معاهم، مدرسين الفيزيكس الكيمستري ايا كانت حسب الجدول، بيطلع معاهم المدرسين ويبقوا موجودين معاهم لاخر درجه ويوصلوهم ويرجعوهم. ومش كده، حتى نظار المراحل والوكلاء من المراحل بيبقوا فاضلين وقاعدين معاهم لغايه ما يطمنوا عليهم دخلوا، ويطمنوا عليهم بعد ما يخرجوا كمان. فدي فرقه معاهم ومع اولياء امورنا، لان احنا بنحس ان احنا اسره واحده، مش طالب ومدرس ومادة علمية فيها جمود، لا بالعكس. تربية خالص. قبل التعليم، تربية قبل التعليم. صح، انتوا قمتوا بدور مجتمعي جميل جدا مس فاطمة، وانا اهنيكي واهني ابننا. هل في حد من اسرة عمر ابننا موجود جنبه نسأله سؤال او كده؟ لا انت عمر. طيب والدك موجود او مامتك نسألها يا عمر؟ طيب يا ريت اي حد منهم نتواصل معاه كده ونساله عن عمر بقى، يعني يقولوا لنا بقى عمر كان بيعمل ايه في يوم وكان ماشي ازاي، علشان كل الناس تقلدك يا عمر من زمايلك اللي داخلين ثالثه سنه والسنه الجديده ان شاء الله. ومس فاطمه معانا برضو علشان يعني تدعمنا في وتدعم ابنها ده اللي رفع. لا لا، انا عايز اقول لحضرتك فضل. ان اولياء امورنا محترمين جدا، عمر وباباه، ما شاء الله. يعني قد ايه هم فعلا كانوا متعاونين معانا لاخر درجه، هم مكلميني النهارده الصبح. تمام. وانا اتصلت بيهم، وكان نفسي اروح لهم النهارده، بس للاسف هم مش في البيت، عندهم في الرحاب، هم قالوا لي في شبرا، فعشان كده هو قلت لهم هاجلها بقى بكره الصبح ان شاء الله اشوفهم. تمام. لان حد جميل، ام فاضله محترمه جميله، والاب قايل فمثال للاسره، لازم يطلع الابن. واضح ان مامه عمر معانا على التليفون. صح. اوكي، اتفضل حضرتك. ايوه، اهلا بيك يا فندم، والف الف مبروك. الف مبروك، الف الف مبروك. وطبعا فرحه ولاد مصر فرحه لكل بيوت مصر ولنا، واحنا كقناه فرحانين باولادنا، وفرحانين بان دول اصلا هم دول المستقبل بتاع مصر اللي جاي ان شاء الله. فقول لنا كان ايه اهم سمات عمر اللي احنا بنبارك له وكل مصر فرحانه بيه هو وزمايله، كان ايه سماته طول الفتره اللي فاتت، ومذاكرته كانت ازاي، ومقسم وقته ازاي، عشان الناس تستفيد من الكلام ده. والله انا بقول ان هو حبيبي التزامه بنيان عليه، كان راجل بمعنى الكلمه، ما شاء الله. ما شاء الله. بقول له حبيبي انت راجل متحمل مسؤوليه نفسك، عارف ان اللي انت بتعمله ده شيء مش بسيط، وان دي اول طوبه بتحطها في اساس حياتك. ماشي.
واللي قد ما تقدم ربنا سبحانه وتعالى هيقتلك، تمام قد ما تتعب ربنا هيديك. تمام، ربنا بيحب البني ادم يبقى كريم وجاي في عطاء وجاي في عمل، من عمل منكم عمل فليكرم. الله اكبر، تمام احسنت. كان يذاكر يصلي، مفيش حاجه ثانيه، مفيش اي حاجه ثانيه ممكن تشغله عن المذاكره وعن الصلاه، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب حضرتك تقول ايه للاستاذه فاطمه وهي معانا على الهوا؟ اقول لها حبيبتي مبروك ابن من ولادك، وانت ست جميله وست محترمه وام داعمه ما شاء الله. مش عايزه اقول لحضرتك ان من اهم الدعايات اللي طبعا كانت موجوده مع عمر جنبنا كانت الاستاذه فاطمه، والله ما شاء الله. يعني مش عايزه اقول لك دعم، ويعني قبل الامتحان حاسين بينا، حاسين بالتوتر، ويبعتوا له الهدايا، ويبعتوا اللي عايز حاجه يا اولاد عندنا يدخلوا على النت، والمدرسين تحت امره في اي سؤال واي لحظه، وشرح كله يعني فرقي، مفيش حاجه ما شاء الله. بيها هي انسانه جميله، وهي ام عظيمه، وهي سبب نجاح المدرسه والله، وسبب نجاح ما شاء الله ما شاء لان الله. هي محبوبه وهي محترمه وتستاهل الفرحه دي. زي ما انا بيقولوا لي مبروك، انا قبل والله الكل قلت لها هي مبروك يا ام ما يا شاء الله جميله ما شاء الله. يا معطاءه النهارده ابنك عمر نجح وتفوق عشان انت كنت بتدعمي، الحمد لله. تمام، وبشكرها، بشكر المدرسين كلهم ما شاء الله اللي كانوا مع عمر ما شاء الله كلهم، الحمد لله. طيب الاستاذه فاطمه يعني ترد بقى على والده عمر ابنك اللي فاز بالمركز المرموق ده في الدرجات، اللي هي بتبين شغلك وبتبين ان الاداره الممتازه هي اللي بتخلق لنا تلك الاجيال اللي احنا مستنينا في المستقبل، اللي هم يحملوا لواء مصر ويحملوا علم مصر. هتقولي لها ايه يا استاذه فاطمه؟ اقول لها ان شاء الله باذن الله هتشوف ابننا في احسن المراكز، وان شاء الله باذن الله هو دي الشخصيه المصريه اللي هي بتؤمن بالله وبتؤمن بالله بمصر وبتعمل يعني هم الام والاب بيغرسوا فيهم روح الوطنيه وروح الانتماء وروح الاحساس بالمسؤوليه العالي. وهم الام والاب عايزه اقول لك ان هم من اكثر الناس اللي كان عندهم احساس بالمسؤوليه، مش تجاه بس ابننا عمر، لا المدرسه كلها، وهم عندهم انتماء غير عادي، بحيث ان هم اي موقف واي حاجه كانوا بيشاركوا فيه مشاركه ايجابيه، ودايما كان في تعاون وفي تواصل، والروابط كلها كانت متصله، مش بان هو طالب وولي امر ومدرسه واداره مدرسه، لا كانت اسره كلها، وبقيت اخواته هم معانا، وان شاء الله باذن الله هتشوفهم برضو في احسن المراكز، وزي ما هم في تواصل باحترام وتقدير للمدرسه احنا بنكن لهم كل الاحترام والتقدير، وهم مثل فعلا للاسره المصريه والشخصيه المصريه الجميله الملتزمه اللي هنفخر بيهم ومصر هتفخر بيهم على طول باذن الله يا حبيبي ان شاء الله. استاذه فاطمه يعني اولا عايز اهنيكي واقول ان اكيد في دعم كان ليكي من ادارتك استاذه فاطمه كمدير عام لمجموعه مدارس عثمان بن عفان، هل كان في دعم من القيادات العليا اللي عندك في المؤسسه التابعه لها المدرسه، والدعم ده كان متمثل في ايه؟ عشان احنا عايزين الحاجه دي التجربه دي تعم، سواء كانت في الحكومه مدارس الحكومه التجريبيه او مدارس عربي او مدارس خاصه. يا اخوانا الاداره هي سبب النجاح، كان الدعم بالنسبه ليكي كان ممثل في ايه يا استاذه فاطمه؟ بص هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الوحده قائد. بمعنى ايه الوحده قائد؟ لو ما يعني انا لو ما كانش القائد قدامي متميز في الاداء عمري ما كنت هنجح. تمام. لو ما كانتش اداره المدارس بتنجح ان هي يبقى في تميز لادارتها، حتى مهما كانت خبرة المديرة، وهي الخبرة بس ما بتقفش عند سن معين أو عند مرحلة معينة، بل بالعكس الخبرة ديت
كل يوم بنكتسب خبرة جديدة. تمام. والدعم النفسي والمادي والمعنوي وكل متطلبات المدارس هي امتحاننا. ورؤية، أنا عايز أقول لك إن رؤية إدارة المدارس دايما التطوير، ودايما الرؤية يعني بتسبق، إذا كنا إحنا واقفين خطوة هي بتسبقنا بألف خطوة. جميل. ففعلا هم الاهتمام بجميع الجوانب النفسية والمعنوية والتكنولوجية والاستعداد وتنمية مهارات وتنمية الأنشطة وتنمية كل جوانب اللي هي بتثقل الشخصية المصرية. ففعلا هي رؤية المدارس من الأول، وإحنا بنحط الخطط الدراسية بتاعتنا على أساس إزاي نواكب المرحلة اللي إحنا فيها أيا كانت الظروف اللي إحنا بنتحط فيها. ولازم يبقى عندنا خطط والخطط بديلة في حالة لو مثلا زي ما حصل 15/3 دوت، يبقى في خطه بديله جاهزه على طول، تدريب طلبه، تدريب مدرسين، وصول كده. لو ما كانتش الرؤيه الاستراتيجيه العامه لاداره المدارس للدكتور حسن ومستر محمد القله ومسز ساره ودكتوره نرمين والهيكل الاداري، لان احنا كلنا كمان المنظومه بتاعتنا فيها نوع من التعاون. يعني التعاون بمعنى ايه؟ بمعنى احنا عندنا رؤية ان احنا يبقى فيها نوع من الديمقراطية ونوع من الابتكار في الاساليب المختلفة، ولازم يبقى عندنا صف اول وصف تاني. في سؤال، في سؤال مس فاطمة، هل لو لما جت كورونا ووقفنا 15/3 وقفنا التدريس؟ لا احنا ما وقفناش. لا، ما انا اقول لحضرتك، انا لسه هسأل. انتوا طيب كنتوا مستعدين وكان عندكم الامكانات ان انتوا تعوضوا بدل التدريس فيس تو فيس في داخل الفصل الدراسي، لان طبعا امتنع التجمع، ان انتوا تشتغلوا اونلاين؟ والدليل ان انتوا، ابننا بيقول ووالدته بتقول بان كان في دراسه اونلاين، كنتوا مستعدين أيوة. لكده؟ ايوه، احنا من الاول في الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا نطور الناحيه التكنولوجيه في المدارس كلها. تمام. فاحنا كل الكلاسز بتاعتنا فيها سمارت بورد، وكل الكلاسز بتاعتنا مدعمه بأحدث أنواع التكنولوجيا، والمدربين زودنا عدد كمان المدربين، وبقى في تبادل خبرات في كل الجوانب التعليمية. وإحنا كنا بندي حتى الكورسات صبح وظهر وبالليل حسب الجدول اللي إحنا بنحطه للتدريب. فالتدريب ما أخدش وقت طويل. ليه؟ لأن إحنا ماشيين بمنهجية معينة وماشيين بخطط دراسية فيها. فكانت الحمد لله توفيق ربنا ان ما حسيناش ان في نوع من الفصل في التدريس، بل بالعكس. ماشي. احنا كنا بنتابع الطلبه وغيابهم، مش مثلا مرحله الثانويه، لا حتى مرحله الكيجي. من الكيجي وابتدائي واعدادي والثانوي. كانت عايز نشرك معانا عمر ومامته وحضرتك وانت موجوده معانا. عمر ووالدته، استفدت يا عمر من الدراسة أونلاين في الفترة اللي كان متوقف فيها الحضور للمدرسة؟ ألو عمر، معايا؟ طب مامته ترد. هل استفاد عمر في الفترة اللي هي قطع حضور المدرسة وإن احنا وقفنا الحضور المدرسة؟ عمر، استفدت من الدراسة أونلاين في فترة الانقطاع عن حضور المدرسة؟ استفدت كتير الصراحة، بالذات في الفترات الأخيرة بالاستعداد للامتحان، ليلة الامتحان وكده، كان طبعا استفادة كبيرة جدا. هل كان ممكن بتسأل المدرس والمدرس بيجاوبك، ولا كان من جانب واحد فقط من جانب المدرس؟ طبعا في أسئلة كتير، في اللي كان على شكل زوم. تمام. يعني أكتر من برنامج. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا كان في بينزل فيديوهات عموما بشكل عام على اليوتيوب. تمام. على مواقع التواصل بقى كلها بشكل عام. ما شاء الله. فدي ما كانش فيها تواصل قوي، بس يعني اغلب الاحيان بتعرف تتواصل مع بس. ممكن تقيم التجربه، ممكن تقيم التجربه كتجربه في البدايات ناجحه، صح؟ طبعا كبدايه هي ناجحه جدا كبدايه. طبعا مع الوقت، مع بقى تجديد، اكيد في اب انا اقترح يعني ان الوزاره تفكر تعمل اب هي من نفسها بدل زوم، حاجه تكون تبع الوزاره تاخدها كتير. تمام. وطبعا يعني هتكون حاجه افضل يعني للوزاره، وهتكون حاجه محدده. تمام تمام.
يعني محتاجين التطوير في الفترة الجاية، لدام احنا هنمشي الدراستين اتنين مع بعض عشان نواكب اللي موجود في الدول المتقدمة. تمام، معايا أستاذة فاطمة في معايا صح؟ طيب انا سمعت برضو أستاذة فاطمة بان انتوا مدخلين حاجة في الكي جي اسمها، وده برنامج امريكا على ما اظن، السي دي اي ايوه في الكي جي ده، وقالوا ان انتوا كمجموعة يعني اصحاب اقدام البرنامج ده في مصر وبتطبقوه. ايوه البرنامج ده قائم على التعلم ده بقى. انا ما جيت اعد الحلقة كده واجهز نفسي ليها، قالوا ان البرنامج ده مش قائم على التعليم اللي هو الحشو وان انا لا كمدرس التعليم والتنقيط، النشط، ايوه بالظبط. انما لا، ده قائم على التعلم، ان الطفل يتعلم بنفسه بمساعدة مدرسته في داخل الكلاس. ايوه التجربة دي مفيدة عندكم في وقت استثمارها في الفترة اللي احنا فيها اللي مرت ديت يا فندم؟ هو في الحقيقه ان احنا عملنا اداره المدارس طبعا، اداره فيوتشرز كلها قامت بتنميه مهارات المدرسين، فادتهم كورسات كانوا في الصيف كلهم بياخدوا الكورسات بتاعت دي ايه. الكورس كان عبارة عن الفترة بدل ما هم يقعدوا وقت طويل، فاحنا اخذناه وضغطناه بحيث ان هم يدخلوا المدرسين كيجي سواء كان كيجي 1 او كيجي 2 وهم معاهم السي دي ايه. تمام ده بيأهلهم ان لما الطلبة بعد كده تطلع في مرحلة ابتدائية تبقى مؤهلة كمان ان هي الدراسة بتاعتها بتتعلم بتعلم الطفل من اول ما يدخل ازاي يعتمد على نفسه ويطلع المعلومه استنتاجيه، مش بالتلقين، مش نظام تلقين بقى ونظام ان هو يبقى، لا بالعكس ان هو بينمي حتى لدرجه ان من اول ما يدخل الفصل عارف الرولز كلها، هو اللي بيعملها وهو اللي بيشارك المدرس وهو اللي بيساعد المدرس في ان المعلومه تطلع معاه. تمام. فطبعا نظام السي دي ده من افضل الانظمه اللي هي بتخلي الطالب ما يبقاش طالب بس مجرد ان هو ملقن بس احنا ليه للمعلومات، لا ما شاء بل الله. بالعكس طالب بيشارك في كل استخراج اي معلومه سواء كانت حتى في الماث او في الساينس او في العربي او في الانجليش في كل ال، معنى كده ان لان الحصة مش جامدة، ما فيش فيها لا جمود، لا ده لا فيها نشاط بالعكس ويعتبر نشاط صفي في داخل الكلاس، والاولاد بيمارسوا مع المدرس دوره ودور المدرس، ويبقى اسمه زي بيعلموا التفكير، تفكير ناقد، تفكير مهارات ابتكاري او التفكير، مهارات مهارات نفسها، الإبداع، ويظهر مهارات الذكاءات الابتكار المتعددة. ما شاء الله، بالظبط. ده حاجة جميلة جدا والله. يا ريتكم يعني تعمموا دي في مصر كلها، ويبقى لكم الريادة، ويبقوا يعني مؤسستكم او المؤسسات اللي مدارسكم تقود. وانا عرفت بان انتوا المختصين بكده في مصر، يا ريت هو احنا الوزارة. المدرسة اتفضل. لا هي من أساسيات التخطيط في المدرسة ازاي نخلق نوع جديد ومبتكر وعلى افضل انواع الاساليب التكنولوجيه والحديثه في التعلم، والتعلم النشط مش التعلم بقى خلاص. فعلا فكره دكتور طارق اللي هو التعلم بقى بالتلقين او التعلم دوت بالالقاء والحفظ والاسترجاع للمعلومات، ده كله فعلا لازم نفكر فيه بطريقه افضل من كده. ازاي انا والله هو بدل ما يبقى انا مس فاطمه التعليم باسترجاع استنتاجي، هو يستنتج بقى المعلومه ويستنتج ويسترجع المعلومه وتفرق حتى في لما الطالب يقف يتكلم عن نفسه غير لما الطالب يحفظ كلمتين عشان يتكلم بيها احنا. تمام، احسنت. انا من المنبر دوت يعني بلاش وزاره التربيه والتعليم ممثله في الدكتور طارق شوقي انه يبعت الناس ويشوفوا انتوا ماشيين ازاي، طالما ان حاجه ناجحه. انا قريت عنها وانا بعد الحلقه وانا جاي، يعني قبلها كان الوقت قصير، بصيت ودخلت اشوف مؤسستكم اللي فيها كذا طالب. لما حبيت ان انا اتواصل ان انا اجيب حد من اللي هم الطلاب الفائقين واللي اتكلم عنهم الوزير الصبح في المؤتمر الصحفي، واللي عرفت ان انا اوصل له كان ابنكم في مدرسه عثمان بن عفان، ولذلك برضو عرفت ان انا اجيب رقم حضرتك بطريقه ما وتواصلنا معاكم، فده طبعا بنشكر حضرتك. انما انتم شكرا بتعملوا حاجه من القاعده من تحت من الكيجيهات تكون قائمه على ما يوجد في امريكا
وموجود في امريكا، والدراسه ديت انتوا اللي تنزلوها مصر وانتوا اللي تعملوا بيها وانتوا بتكونوا اصحابها وتبقى موجوده، يا ريت الوزاره تلجا ليكم وانتوا اللي بتقودوا النقطه ديت. ولان انا عرفت انها ده هيتطور في الصفوف الاولى، يعني الصفوف الاولى في التعليم يعني ما بعد الكيجي. طيب ما نستفيد ده فعلا مطبق السنه اللي فاتت، كان بدانا فيه مع سنه اولى ابتدائي ومع شاء الله. سنه ثانيه ومع سنه ثالثه، ومدخلين التوكاتس، وقد ايه التوكاتس ده حاجه جميله، بتعلم ازاي سلوكيات، وبتعلم الانسان ان هو يعتمد على نفسه في الحاجات الاساسيه اللي هو من اول ما يصحى لغايه ما ينام عليها. ولدرجه ان بيفرق معاه حتى الام والاب في البيت بيحسوا الفرق ما بين السلوك ابنهم وهو ما بيصحى، لا وبينظم حاجته ازاي وبيتكلم بطريقه ازاي معاهم، وبتعلموا الاتيكيت وتعلموا الاخلاقيات وتعلموا السلوك وتعلموا ازاي يتعامل مع الكبار والصغيرين، ازاي يعتمد على نفسه حاجته كلها، يخش يغسل ايده ازاي واسنانه ازاي. يعني في تدريب واقعي للحاجات دي للتوكاتسو ده يا فندم؟ عاملين تدريب واقعي في ده، حصص في اثناء اليوم الدراسي، وحد بيقعد يدرس لهم الحاجات ديت ويعرفهم ويمارسوها، صح؟ بالظبط. الله، يعني حاجه يعني مفخره، ونتمنى ان ده يعمم ويلجأوا لكم كمؤسسه محترمه في العديد من المدارس زي ما انا قريت عنها. فنتمنى ان ده يعمم، نتمنى ان حاجه مشرفه في مصر انتجت لنا حد زي عمر من الاوائل اللي اتكلم عنه الوزير الصبح، وان الجهات الاعلاميه كلها راحت له، وانه احنا تواصلنا معاه وصوره مشرفه. هو ده نتاج المدرسه اللي هي بتطلع لنا اولاد مصر مستقبلا، وهم دول الاداره اللي هي بنقول إدارة الناجحة اللي بتطلع لنا الناتج التعليمي، نواتج التعلم اللي هي ممثلة في عمر، واللي هي ممثلة في الأطفال اللي احنا بنقول جابوا لهم الحاجات اللي موجودة في أوروبا وفي أمريكا وبيدرسوا لهم. مؤسسات بتسعى للنجاح، مؤسسات بتسعى للتميز، ده اللي احنا بنتمناه في مؤسسات الدولة وفي مؤسسات الخاصة الداعمة اللي هي الفئة المشاركة المجتمعية ممثلة في رجال الأعمال وفي الشركات وخلافه، لأن هو ده بناء الإنسان المصري. أستاذة فاطمة، إحنا بنهنيكي وبنهني عمر وبنهني أهل عمر، وبنقول للمؤسسة اللي أنت تابعة لها نترفع لكم القبعة، لأن أنتوا بتبنوا في مصر بناء صح، وهو بناء الإنسان، بناء الإنسان. فألف مبروك أستاذة فاطمة، وتحياتي لك وتحياتي لمؤسستك وتحياتي لعمر ولأهل عمر. وكلمة أخيرة توجهيها حضرتك للتعليم عموما والعمر وللمؤسسة اللي انت تابعة ليها، والميكروفون مع حضرتك، اتفضل يا فندم. استاذة فاطمة، شكرا دكتور على ان حضرتك اتحت لنا الفرصة نتكلم فيها، وشكر خاص طبعا وتهنئة خاصة لأولياء أمورنا المحترمين، لأن احنا الحمد لله أنا في المدرسة دلوقتي وقاعدة على مكتبي، بس أنا كل شويه اولياء الامور بيتصلوا، الحمد لله نسبه اللي فوق 90% عدد كبير جدا، وفي ناس حتى بلغوا الاداره التعليميه اللي احنا تابعين ليها اداره القاهره الجديده ان في اوائل كمان تانيين على مستوى الاداره التعليميه. وعايزه اقول لحضرتك ان احنا كمؤسسه تعليميه، مؤسسه اداره الفيوتشر، ما كانش ممكن نحقق لنفسينا اي نوع من التقدم ولا التميز الا اذا كان في استراتيجيه واضحه وليها معالم صحيحه احنا كلنا ماشيين عليها، واحنا ده الهدف الاساسي اللي هي بتسعى في اداره المدارس، ان يبقى في تميز، وتميز مش على المستوى التعليمي، تميز من جميع جوانب العمليه التعليميه، واللي بتهدف في النهايه لتنميه الشخصيه المصريه للوصول الى اعلى التميز واعلى مش المراكز بس العلميه، لا اعلى التميز. انت نموذج يا استاذه فاطمه، انت نموذج مشرف لمصر كلها في الاداره، والمفروض ان النموذج بتاعك ده يدرس، لان انا شايف السجال ما بينك وبين عمر، والده عمر، اهل عمر، ومع اولياء الامور، حاجه مشرفه جدا. ونتمنى ان هم يعملوا دراسه على الناس المحترمين اللي زي حضراتكم في الاداره. وعمر، انا تحياتي لك يا عمر، والف مبروك يا عمر، انت واجهه مشرفه لنا، واجهه مشرفه لشباب مصر المحترم. الكلام اللي قالته مامتك عنك ده حاجه محترمه جدا،
فكلمة أخيرة يا عمر توجهها للأستاذة فاطمة ولأهلك بأنك أنت حققت لهم الفرحة النهاردة وإحنا بنشاركهم الفرحة دي. والله مش فاطمة، الكلام مش هيكفي، بس شكرا لكل وقت. احنا كنا فعلا يعني خلاص، الواحد كل واحد فينا كان تعب. حضرتك كنت واقفة جنبنا على طول، يعني فرح، يعني كفاية فرحة حضرتك بقى النهاردة بالدنيا كلها وما فيها. طبعا اهلي كانوا رقم واحد والسبب في اي حاجه انا هبقى فيها واي حاجه انا كنت فيها واي حاجه يعني الزمن هيجيبها ويوديها يكون اهلي السبب فيها طبعا. فبشكرهم على كل حاجه هم عملوها، كتوفير بيئه كويسه حواليا ان انا اقدر اعمل احسن ما عندي، كتوفير فلوس في اي حاجه انا عايزها، كتوفير كل حاجه وفرها لي، ما بخلوش عليا باي حاجه، بمجهودهم بطاقتهم كل حاجه عملوها ليا، ربنا يخليهم. مبروك يا حبيبي، وان شاء الله بالتوفيق، ونشوفك كده بعد ما تخلص بعد 4 5 سنين وتخش تعمل ماجستير وتعمل دكتوراه وتبقى كده تقود الاقتصاد المصري او تقود السياسه المصريه، لانك انت واجهه مشرفه، وهم دول ولاد مصر، وهم دول شباب مصر، وهم دول ستات مصر اللي هي والدتك، وهم دول رجاله مصر اللي هو اهلك ووالدك، وهي دي المديرة المحترمة الأستاذة فاطمة مديرة عثمان بن عفان، وهي دي المؤسسات التربوية المحترمة أيضا مؤسسات الفيوتشر بقيادتها وإدارتها، ونموذج مشرف، ونتمنى بأن كل النماذج تكون بالشكل ده. تحياتي، وكل سنة وانتم طيبين، وألف ألف شكر لكم أن انتم فرحتونا. تحياتي مس فاطمة، وتحياتي عمر، وتحياتي أهل عمر، وألف مبروك، ألف مبروك.